هذه النشرة الثامنة وفي عناوينها: الأسد يلتقي مستشار الأمن الوطني العراقي ويؤكد المضي في مواجهة مخططات التقسيم والفوضى. السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود مكافحة الميليشيات المتطرفة، وحكومة الوفاق تعلن إسقاط طائرة للجيش الليبي جنوب طرابلس. المجلس العسكري السوداني يؤكد السعي لتهيئة المناخ لعمل القوى السياسية وتشكيل حكومة مدنية. لولا الجيش الوطني الشعبي لسالت دماء الجزائريين. رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية يكشف للميادين عن دور لشخصية نافذة بتفكيك المشروع النووي ويدعو إلى إزاحة أركان النظام السابق. أهلا بكم. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن ما تشهده الساحتان الأقليمية والدولية يحتم على سوريا والعراق مواصلة ما من شأنه صون سيادتهما في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحوكها الأعداء من الخارج. خلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في دمشق، قال الأسد إن تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب. أما الفياض فأكد أن قوة سوريا وانتصارها على الإرهاب انتصار للعراق، وأن أي إنجاز عسكري في الجانب العراقي يصب في مصلحة استقرار سوريا. أعلنت الخارجية السورية أن الوزير وليد المعلم استمع إلى عرض قدمه المبعوث الأممي جير بادرسون حول النشاطات التي قام بها منذ زيارته الأخيرة إلى دمشق الشهر الماضي. بيان الوزارة أشار إلى أن المعلم بحث مع بادرسون الجهود المتواصلة من أجل إحراز تقدم على المسار السياسي للأزمة السورية واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور. استشهد 6 مدنيين بينهم طفلتان وأصيب 5 آخرون جراء سقوط صواريخ جراد على أحياء في حلب شمال سوريا. القذائف التي أطلقتها المجموعات المسلحة استهدفت حيي الخالدية وشارع النيل في المدينة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية كافة وفق الرئاسة المصرية. خلال لقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة، قال السيسي إن محاربة الإرهاب ستسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي. أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية إسقاط طائرة تابعة للجيش الذي يقوده خليفة حفتر في منطقة وادي الربيع جنوب شرق العاصمة طرابلس، فيما أعلن الناطق باسم جيش حفتر أحمد المسماري مقتل 4 أشخاص يحملون الجنسية السودانية إثر غارة شنتها طائرات تابعة لحكومة الوفاق استهدفت منطقتي عين زارة وقصر بن خشير وجنوب شرق طرابلس. أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني عمر زين العابدين أهمية تهيئة المناخ لعمل كل القوى السياسية من دون إقصاء. زين العابدين أشار إلى أهمية تأليف حكومة مدنية تتوافق عليها جميع الأحزاب السياسية حتى تخرج البلاد من الفراغ. تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية محمية بالقوات المسلحة السودانية. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد طالبت المجلس بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تدير المرحلة الانتقالية 4 سنوات. ودعت عقب اجتماع بين الطرفين إلى اعتقال قيادات جهاز الأمن والاستخبارات وتقديمهم لمحاكمات عادلة. كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين. القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ستيفن كوتسيس رحب بدور المجلس العسكري الانتقالي السوداني في تحقيق الاستقرار. وخلال لقائه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأمريكية. من جهته اطلع دقلو القائم بأعمال السفارة الأمريكية للقائم على أعمال السفارة الأمريكية على الأوضاع والتطورات في البلاد.
وإلى الجزائر، حيث كشف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا للميادين عن دور لشخصية نافذة بتفكيك المشروع النووي الجزائري السلمي. في مقابلة ضمن برنامج حوار الساعة، تحدث بن جرينا عن توجس من أداء بعض المؤسسات الأمنية التي ليس الجيش ضمنها. نأسف لكل ما حدث، كان حراك حضاري سلمي، ونعتقد بأن ما عدا المؤسسة العسكرية فإن في مؤسسات أخرى هناك توجس ما من بعض هذه المؤسسات. معروف من وضع رأس هذه المؤسسات، لا سيما مؤسستين أمنيتين، جزء من ما وصفوا ببيان وزارة الدفاع الوطني بالعصابة، وهو نفس الشخص ربما الذي كان له دور في تفكيك المشروع النووي الجزائري وتحويله من وزارة الدفاع الوطني إلى وزارة الطاقة، وبالتالي فكك المشروع وهو سلمي، وهو الذي أزعج الكيان الإسرائيلي في بداية التسعينات. أشار رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية إلى أن هناك جهات خارجية تربصت بالجزائر لإخراجها عن المسار الدستوري بهدف إخضاعها لقرارات أممية وتدخلات غربية من أجل إضعاف المؤسسة العسكرية. مقاربة وزارة الدفاع الوطني هي بتفعيل المادة 102 وكذلك المادة 78، والتي تنص بأن الشعب هو صاحب السيادة، ولكن سيادته هو يمثلها ويأخذها عن طريق الانتخابات الشرعية. كان هناك ترصد كبير من قوى خارجية وتربص بالخروج من الدستور حتى تضع، لا استبعد وكان غير مستبعد أن يكون هناك تدخلات في إطار إما قرارات أممية، وإذا تعذر في إطار قرارات شرعيات جهوية أوروبية أو غيرها ضد المؤسسة العسكرية وضد المنحى الذي يمكن أن يسير فيه عملية الانتقال الآمن والسلس. أكد رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر علي بن فليس أن الخروج من الأزمة السياسية لا يكون بالحل الدستوري لوحده، بل يجب أن ترافقه الحلول السياسية. بن فليس دعا المؤسسة العسكرية إلى مرافقة المرحلة الحساسة. على عكس ما يشاع، فإننا لسنا بعد في مرحلة الانتقالية، ولا حتى في مرحلة التحضير للمرحلة الانتقالية. ففي رأيي أننا لازلنا في نقطة تقلب، un point de bascule، إما نقطة تقلب إما نحو الخلف، أي استمرارية النظام السياسي في ثوب آخر أو قناع مخادع جديد، والذي يريد الشعب التخلص منه. انقسام جديد شهده حزب نداء تونس بعد أن انتخبت لجنته المركزية قيادتين جديدتين للحزب خلال اجتماعين متوازيين، الأول تزعمه نجل رئيس الدولة حافظ قائد السبسي، والثاني أحد المناصرين لرئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال. مراد الدلانسي. ما بدأ في البداية أنه نجاح لحزب نداء تونس في تجاوز أزمته وانتخاب قياداته ونجاح مؤتمره، تحول فجأة إلى انقسام عميق زاد من حالة التخبط التي عاشها الحزب. فبعد انتخاب اللجنة المركزية والتوافق على أعضاء الهيئة السياسية، أعلنت لجنة أعداد المؤتمر إبطال النتائج والدعوة إلى انتخابات جديدة للهيئة السياسية، الأمر الذي اعتبر أنه تم تحت ضغوط نجل الرئيس الذي شعر بأنه سيكون أقلية داخل الهيئة الجديدة للحزب. تفاجأت وما تفاجأتش، ما نجمش أقول لك تفاجأت 100%، ولكن تفاجأت من بعض التصرفات اللي ما كنتش نتصورها باش تتصرف بهالطريقة هذه وتوصل المضرة بتاعها الحزب بالطريقة هذه. خلاف ترجم عبر الدعوة إلى اجتماعين للجنة المركزية للحزب. اجتماع أول جمع مؤيدين لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، واجتماع ثان جمع المؤيدين لرئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال، والنتيجة انتخاب رئيسين للجنة المركزية.
سيكون نداء تونس مجرد دكان صغير قد تكون رخصته البتيندة باللغة التونسية بيد ربما حافظ أو بيد سفيان، لكن في نهاية الأمر حزيب صغير لا يستطيع أن يكون بديل الحكم، لا يستطيع أن يحدث التوازن، لا يستطيع أن يجمع العائلة الحداثية لأنه قدم المثال الأسوأ. يزعم كل طرف من طرفي الصراع بقانونية اجتماعه وصحة خطواته لتكون النتيجة انقساما آخر يزيد من انحدار نداء تونس الذي أجمعت استطلاعات الرأي على تراجع شعبيته حتى قبل هذه الأزمة. انقسام جديد داخل حزب نداء تونس جاء في الوقت الذي كان فيه النداءيون يتحدثون عن نجاح مؤتمرهم وتجاوز خلافاتهم، انقسام تعددت أسبابه لكن نتيجته واحدة وهي تضاؤل حظوظ الحزب في أن يكون ضمن الأحزاب الفائزة في الانتخابات المرتقبة. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. مستمرون بتقديم النشرة الثامنة مساء، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. أقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس شمال لبنان لإعادة انتخاب نائب عن أحد مقاعد المدينة بعدما أبطل المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي التي تمثل تيار المستقبل. انتخابات غابت عنها المنافسة فعدها البعض محاولة لتيار المستقبل لإثبات وجوده في المدينة. التفاصيل مع سارة الحاف. ما انتخبت وما بدي انتخب حدا. شو عملوا لطرابلس؟ ما هالانتخابات اللي صورت هلا صورت فرعيه، الحمد لله الله بعث لنا بس لحتى هالشعب يفيق ما ينتخب حدا. شو عملوا لطرابلس؟ ما حدا عمل شيء وما بدهم يعملوا شيء. هي رساله استغل الطرابلسيون الانتخابات الفرعيه لاطلاقها. ملل وياس الشارع الطرابلسي انعكس اقبالا ضعيفا على صناديق الاقتراع في انتخابات حشدت لها بعض الاطراف السياسيه لاستعاده تموضعها في عاصمه الشمال. ما حدا منه بيشوفهم الا وقت الانتخابات، ينزلوا مع العالم ويمشوا بالطريق، يفوتوا على اسواق طرابلس يشوفوا العالم كيف عم تاكل مزباله، عالم ما معها تاكل، بمين الك ثقه؟ بمين؟ يعني في امل، في حظوظ ان شاء الله انه طرابلس تكون افضل من السابق. تحسنت فرص العمل الانتخابات الماضيه؟ لا ابدا، بس يعني امل انه هلا جاي مساعدات من الخارج وممكن يكون أفضل من السابق، هذا يعني طموحنا. المقعد النيابي الذي تم إلغاؤه بقرار قضائي كان من حصة تيار المستقبل، ولاستعادته تحالف رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مع كل من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين أشرف ريفي ومحمد الصفدي، فيما قاطع تحالف النائب فيصل قرام الانتخابات ترشيحا واقتراعا. اليوم نحن منتظرين أن الإقبال ما يكون كبير لأنه ما فيها الحماس القوي أو العصبية القوية بين تيارين. مزيت الانتخابات محطة انتخابية، صارت محطة انتخابية، عم نقوم كل واحد عم بيقوم بواجبه ولا حتقدم ولا حتأخر. ما في شك أنه الوعود الانتخابية لم تنفذ. الوعود الانتخابية بال2009 كانت على برنامج وعود نظرية كان فينا الواحد يتأمل. اليوم الوعود عم تنعطى على شيء موجود بين إيدينا وهي وعود كاذبة، فمشان هيك بعتقد أنه لابد من أن يكون هنالك محاسبة في طرابلس. الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال والتي جرت بحسب النظام الأكثري تنافس فيها 8 مرشحين، ولأنها خلت فعليا من منافسة قوية في ظل مقاطعة شريحة طرابلسية عدها كثيرون اختبارا لجمهور المستقبل. هي ليست مجرد انتخابات فرعية لاختيار نائب واحد فقط بنظر بعض القوى السياسية، هي محاولة لتيار المستقبل لإحداث تغيير في المزاج الشعبي ولإثبات وجوده على الساحة الطرابلسية بعد تراجع حصته النيابية بشكل كبير في انتخابات أيار مايو الماضية. سارة الحاف من طرابلس شمال لبنان، الميادين. أعادت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد الشتية قسم اليمين الدستورية مجددا أمام الرئيس محمود عباس بسبب خطأ وقعت فيه. عباس كان قد ألقى كلمة خلال اجتماع للحكومة مساء أمس جدد فيها تأكيد وجوب استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، معلنا عزمه على إرسال وفد إلى القاهرة قريبا لبحث جملة ملفات بينها ملف المصالحة.
اعتصم موظفو وكالة الغوث وأصحاب المنازل المدمرة أمام مقر الوكالة في مدينة غزة وطالبوها بوقف إجراءاتها ضدهم، ورفضوا تبريراتها بأن القضية هي أزمة مالية. لنا شاهين. بدنا نسكن بدنا ننام. من جديد تعود الاحتجاجات ضد وكالة الغوث لتتصدر المشهد في غزة. عائلات دمرت منازلها خلال عدوان 2014، ومنذ ذلك الحين تنتظر إعادة الإعمار وتسكن حاليا في بيوت الإيجار. بدل الإيجار أوقفته وكالة الغوث منذ 11 شهرا، ومعه تفاقمت معاناة الكثيرين. احنا مدمرين عن جد، ما حدش مدور علينا، الناس ضايعه ميت في الشارع، نصهم هذول نصهم مش لاقين ياكلوا عشان يقدروا يدفعوا بدل الايجار. بدنا بدل ايجار. وكالة الغوث حتى الان بتماطل ببناء منزلي تماطل فيه بكره واليوم وبعده، بكره جاي منحه، كل واحد بضرب على سياسه. انا مشارد الشارع، بدي حقي زي الناس. هاد 1700 واحد مرمين في الشوارع يا عمي، حرام التقوى الله فينا. الاحتجاجات امتدت ايضا الى موظفي وكالة الغوث الذين طالبوا بإعادة من تم فصله من العمل او تحويله الى نظام الدوام الجزئي، إضافة الى فتح باب التوظيف. مطالب مطروحة على بساط البحث بين الوكالة وبين اتحاد الموظفين واللجنة المشتركة للاجئين. هذه حقوق يجب ان لا تخضع لا للمساومة ولا للابتزاز. إذا أتت الإدارة بردا سلبيا على المطالب التي تقدمنا بها فنحن سنكون أمام تصعيد في وجه الإدارة. بدأنا هذا العام بعجز 360 مليون دولار، وهي المساعدات التي كانت تقدمها الإدارة الأمريكية، وهي صفر الآن. لدينا مشكلة تمويل تتجدد هذا العام. أكثر من مليون لاجئ قد يحرمون من المساعدات الغذائية نتيجة عدم توفر التمويل تقول الوكالة، لكن الفلسطينيين يرون أن القضية تجاوزت حدود الأزمة المالية. إجراءات وكالة الغوث يقف وراءها قرار سياسي، يقول المتضررون ويؤكدون أن ما يطالبون به هو حق لهم وليس منة من أحد. لنا شاهين غزة، أرميا دين. أسهم قرار العفو العام الذي أقره المجلس السياسي الأعلى في اليمن بعودة آلاف اليمنيين الذين كانوا في صف هادي والتحالف السعودي إلى منازلهم وديارهم. قالت السلطة في صنعاء إنها تلقت اتصالات من قيادات سياسية وعسكرية يمنية في الخارج تريد العودة، ويتم ترتيب وتأمين وصولها من قبل الجيش واللجان كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. أحمد زبيبة. ارتضى لنفسه أن يكون في منزله بصنعاء بين أبنائه وأحفاده على أن يرتمي في أحضان التحالف الذي اعتدى على وطنه بعد أن تكشفت له الحقائق. هكذا يقول الصحفي اليمني أحمد المكاش الذي عاد من القاهرة مستفيدا من قرار العفو العام للمجلس السياسي الأعلى في اليمن. في النهاية يوحدنا وطن، لا يعني أن أختلف مع أنصار الله، أرتمي في أحضان آل سعود العدو التاريخي الأكثر قبحا ونذالة، هذا قمة في السقوط الأخلاقي. الصحفي المكاش يقول إن المئات بل الآلاف من اليمنيين ممن كانوا بصف التحالف السعودي وقوات هادي يريدون العودة للالتحاق بصف مواجهة العدوان على بلدهم. تواصلت مع الزملاء، كلهم يريدون العودة، في أحرار وسيعودون من الرياض، ولن تتلطخ أياديهم بعضهم بالريال السعودي ولا بالتآمر على بلدهم. في من سيعودون من تركيا لأن نصدق معهم، من القاهرة، من أوروبا، من السعودية. الأرقام الحكومية في صنعاء تتحدث عن أكثر من 5000 من المغرر بهم، بين من أطلق سراحه أو تم استقباله من سياسيين وعسكريين عادوا وفقا لقرار العفو العام. أطلقنا موضوع المصالحة الوطنية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبالتالي نحن مؤمنين بالمصالحة الوطنية ومؤمنين بأن الوطن يتسع للجميع وأن يعود الجميع إلى أعمالهم بأمن وسلام واستقرار بإذن الله تعالى. ووفق قرار العفو يعمل الجيش واللجان على تذليل أي عقبات وإزالة المخاوف التي قد تعترض طريق عودة المغرر بهم إلى ديارهم ومناطقهم.
أتاح قرار العفو العام لمن تركوا صف التحالف وهادي ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقا لأحكام الدستور والقانون، قرار يشكل فرصة نحو تحقيق السلام المنشود والحفاظ على وحدة الصف الداخلي اليمني. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده جمعت وثائق تثبت منع بنوك أوروبية وصول مساعدات مالية لمنكوبي الفيضانات والسيول في إيران خوفا من العقوبات الأمريكية. ظريف قال إن آلية مشابهة لآلية التبادل التجاري مع إيران أطلقت الأسبوع الماضي، وقال إنه لا ذريعة للأوروبيين لعدم تنفيذ التزاماتهم والبدء بالعمل. الأوروبيون وبعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي تحدثوا عن عدة وعود، وكان من المقرر أن يطلقوا القناة المالية لتنفيذ تلك الوعود. على الأوروبيين أن يبذلوا جهودا كبيرة ليتمكنوا من تنفيذ تعهداتهم، فهم متخلفون عن هذه الوعود كثيرا، وعليهم ألا يتصوروا أن الجمهورية الإسلامية ستبقى تنتظرهم. لدينا علاقات جيدة جدا مع جيراننا، وقد أنشأنا آليات تعاون مشابهة مع كثير من البلدان وبدأنا بالتعامل من خلالها، ولا أعرف كم من الوقت يحتاج إليه الأوروبيون للبدء بتنفيذ أوليات القناة المالية. في فنزويلا أمر الرئيس نيكولاس مادورو بزيادة عدد الوحدات الشعبية بنحو 1 مليون شخص. في ذكرى إنشاء هذه الوحدات التي أسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز، أكد مادورو أن عددها أصبح الآن أكثر من 2 مليوني رجل وامرأة. شدد على حاجة البلاد لهم لحمايتها من القوى الخارجية، كما أكد أن قوات الدفاع الشعبي في البلاد ستصبح جزءا من القوات المسلحة الفنزويلية. أصبحنا 2 مليوني عنصر في قوات الدفاع الشعبية، 2,199,000 رجل وامرأة مستعدون للدفاع عن أسلحتهم وسلامهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية واستقلالهم وحياتهم من أجل فنزويلا. في كوبا اتهم الرئيس ميغيل دياز كانيل الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما وصفه بحملة اضطهاد مالي خانق ضد بلاده، تجعل استيراد السلاح والموارد الأساسية من كوبا أمرا بالغ الصعوبة. وفي خطاب له خلال جلسة للبرلمان دعا دياز كانيل إلى الاستعداد للدفاع عن سيادة كوبا واقتصادها الوطني. من الواضح أن الحكومة الأمريكية تتطلع إلى زيادة حصارها على السيادة الكوبية، ما يؤدي إلى تفاقم الحصار والاضطهاد المالي ضدها بشكل كبير، بينما يعرقل الضغط الأمريكي خطط التمويل والسيولة لبلدان العالم الثالث. لا نزال نتحمل عبء عدم الكفاءة الإدارية في الداخل والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى وجود الفساد في مؤسسات الدولة. يجب أن تكون لدينا أولويات واضحة ومحددة، ولا سيما في هذه الفترة الصعبة. أعلنت محامية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أن موكلها مستعد للتعاون مع السلطات السويدية إذا ما طلبت تسلمه. أشارت المحامية إلى أن المسألة المركزية في هذه المرحلة هي تفادي ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة، كما أكدت أن اتهام موكلها بالتآمر يطاول بوضوح أنشطة جمع المعلومات وأشكال التواصل التي يلجأ إليها الصحفيون مع المصادر طوال الوقت على حد تعبيرها. تذكير بالعناوين. الأسد يلتقي مستشار الأمن الوطني العراقي ويؤكد المضي في مواجهة مخططات التقسيم والفوضى. السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود مكافحة الميليشيات المتطرفة، وحكومة الوفاق تعلن إسقاط طائرة للجيش الليبي جنوب طرابلس. المجلس العسكري السوداني يؤكد السعي لتهيئة المناخ لعمل القوى السياسية وتشكيل حكومة مدنية. دولة الجيش الوطني الشعبي لا سالت دماء الجزائريين. رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية يكشف للميادين عن دور لشخصية نافذة بتفكيك المشروع النووي ويدعو إلى إزاحة أركان النظام السابق. التفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.